Express FM. Express FM, زيد في القيمة. تقديم صبر إبراهيم. ضيف اليوم. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم في ضيف اليوم لليوم 3/26 أفريل. وضيفنا اليوم هو الدكتور فخري الكراي، أستاذ علم الكمبيوتر ومدير مركز البحوث الذكية في جامعة واترلو بكندا. دكتور مرحبا. مرحبا بك سيسابة. مرحبا، شكرا لتلبية الدعوة. نعرف اللي أنت في تونس ليومين فقط، يعني اليوم إن شاء الله تقصد ربي الكندا، وين تزول في بحوث كبيرة غديكة، وين تشرف على مركز للبحوث الذكية في جامعة واترلو بكندا. باش نحاول نحكيو معك اليوم على مختلف البحوث اللي تديروها غادي، وعلى كيفاش عشتوا ثورة تونس، وعلى كيفاش مستعدين تعاونوا اليوم. سألوا كان قد منها المركز البحوث هذا اللي تشرف عليه، وعلى مختلف البحوث اللي تقوموا بها غاديك. شكرا سي صبري، بارك الله فيك على الفرصة هذه اللي تحتنا باش نتكلم معك في الاستوديو هذايا. مركز البحوث العلوم الذكية هذايا هو من المراكز القليلة المتواجدة في شمال أمريكا، ويضم المركز هذايا ما يقرب على 10 أساتذة متخصصين في النظم الذكية والبرمجيات الذكية، وكذلك ما يضم على 50 باحث طلبة في الدكتوراه وفي الماسترز من كل من مختلف أنحاء العالم. وعندنا بعض الطلبة كذلك من تونس اللي هم يخدموا معنا في المركز هذايا. المركز هذايا يقوم بعديد من البحوث في البرمجيات الذكية وفي التصميم النظم الذكية. النظم الذكية هذه هي نظم عبارة على نظم تجم تشابه التفكير متاع الإنسان لما يقوم بعملية معينة، بعمل معين، فهمت؟ احنا نحاولوا باش نقوموا ببرمجيات النظم هذه باش لما تسألها انت، لما تطلب طلب معين من الأشياء هذه، الكمبيوتر هو ينجم يفهمك وينجم يتجاوب ويلبي الطلب. بالضبط، الكمبيوتر هو ياخذ الكوموند من عندك ويعمل ريكونيسونس فوكال. يعني بالضبط، هذه ريكونيسونس فوكال هي نظم من الأنظمة الذكية، من ثم العديد من الذكية كما قلت لك، هي اللي عندها الطاقة متاعها تستوعب الانبوت متاع النظام، ومن بعد تعملوا الاناليز متاعه وتجاوب الشخص اللي هو طلب الحاجة هكية. في بعض معناتها النظم هذه هي التعرف على الذكية على الصوت. تعرف الذكية على الصوت هو لما انسان يخاطب شخص اخر، احنا نفهموا اللهجة متاعنا ونفهموا الشخص كاش قال، ولكن هذا لما تتكلم مع كمبيوتر يلزمك تتعدى على اشياء كثيرة، لازمك تتعدى على برمجيات نسميها البرمجيات الذكية اللي ياخذ من الصوت السينيال هذا متاع الصوت ويمروا على أشياء عديدة، ومن بعد في الأخير يقول لك الشخص هذا ايش يتكلم. التقنية هذه معناتها قام بالبحوث فيها مدة 40 سنة، ولكن ما وصلتش إلى درجة عالية من معناتها من المرونة ومن الدقة، فهمت؟ دونك في المركز هذا يقوموا بآخر الأبحاث في التعرف الذكي. يعني بلغة أخرى دكتور، إذا كان اليوم باش نحي أوبيراتور مثلا، قبيلة حكينا أورونتين، حكينا على لي سونتر دابيل، يعني تنحي أوبيراتور من سونتر دابيل وتحطوا الماشين ولا لوجيسيال اللي كي كابابل باش هو يجاوب في بلاصه الاوبيراتور. يعطيك الصحه سي صبر. بالضبط، في لي سونتر دابيل احنا في تونس عندنا كلك سونتر دابيل، ولكن في دول مختلفه في العالم كيما في امريكا وكيف ما في كندا وكيف ما في اليابان وفي اوروبا، لي سونتر دابيل هذوما نتاع شركات الكهرباء، شركات معناتها الكيبل كما نقولوها احنا. الشركات هذه عندهم كاستمرز معناتها عندهم حرفاء، الاعداد نتاعهم تتقارب بعشرات الملايين، فهمت؟ هذه شركه فيرايزن نتاع الهاتف المحمول والهاتف الآلي في أمريكا، عندها ما يقرب على 55 مليون حريف. 55 مليون حريف هذوما كل نهارين ثلاثة أيام كل حريف عنده تقى طلب يحب يسأل سؤال. ما تجمش تحط 55 مليون معناتها أوبيراتور. دونك يعملوا كمبيوترات ذكية ويعملوا تعرف على الصوت الذكي. أنت لما تتكلم، لما تطلب الكمبيوتر تقول وأنا مثلا نحب نشوف الفاتورة متاعي، نحب نتعرف عندي مشكلة في الوحدة هذه، الجهاز اللي اقتنيته أو في الخدمة، وهو يوجهك سواء الكمبيوتر
الكمبيوتر يقول لك هو الجواب للسؤال متاعك، وإلا إذا هو حار الكمبيوتر ما عارش كيفاش يجاوب يبعثك الإنسان اللي هو أخصائي في الموضوع هكاية ويحاول باش يجاوبك على المهمة متاعك. هذه تعرف الذكي على الصوت، وهذه اللي هو جانب من الأبحاث، يعني مش الأبحاث، هذا جانب من الأبحاث. كذلك من الجوانب الثانية معناتها في نصمم وفي نظم في المركز هذايا النظم الذكية، في آخر ما ظهر إليه العلم فيما يخص الإنسان الآلي، الإنسان الآلي اللي هو توا في اليابان، في كوريا، في سنغافورة، في شمال أمريكا، معناتها يتصوروه أنه هو اللي مش يساعد الناس هذوم اللي شاخوا وهرموا معناتها في السن واللي مقاتش عندهم مش كون يسكن معاهم وكل حاجة، أنه مش يولي يسكن معاهم إنسان وناس آليين، فهمت؟ مش يسكن معاهم الناس آليين هذوم، يلزمش يكون أنه يعني تحكي عن الناس اللي عندهم دي بزوان سبيسيفيك اللي هم محتاجين الشخص يكون معاهم، وتوا بدأوا يتعودوا على الإنسان آلي يعيش معهم. بالضبط، في عوض أنت مثلا عندك شيخ إنسان كبير في السن، في عوض تبعثه مثلا السبيتار ولا الكلينيك ولا حاجة ويتكلف معناتها أموال طائلة على السيستام معناتها متاع الهيلث كير متاع الصحي، الجهاز الصحي تجم تحطه أنت في الدار متاعه ويكونوا معاه روبو ويكونوا معاه تلفزة ويكونوا معاه جهاز مراقبة ويجم يطلب من الروبو. شكرا لك دكتور فخري كراي، أستاذ علم الكمبيوتر ومدير مركز البحوث الذكية في جامعة واترلو بكندا، كنت معنا في ضيف اليوم ليوم 26 أفريل. هكا نوصل ختم ضيف اليوم على إكسبريس FM، شكرا لكم زي بارك الله فيك. تقديم صبر إبراهيم، ضيف اليوم. إكسبريس FM. إكسبريس FM، تزيد في القيمة.